السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالباتي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم جميعا. قبل ما نبدأ اليوم في الدرس بخصوص الفيديوهات اللي أنا بسجلها شرح المادة، طبعا هاي يحق لأي أستاذ أو أي شخص معني إنه يستفيد منها ينشرها على صفحته أو على صفحة المدرسة دون الرجوع إليه. طيب نبدأ اليوم في درسنا. احنا بنعرف او اخذنا في الدرس السابق اللي هي الطلاعيات، وعرفنا ان الطلاعيات تقسم لثلاث مجموعات رئيسية، الاولى سميناها الطحالب اختصارا، الثانية الاوليات، والثالثة الفطريات الغير حقيقية. واخذنا عن الطحالب وعرفنا ان الطحالب هي كائنات ذاتية التغذية تحتوي على صبغة الكلوروفيل وتقوم بصنع غذائها بنفسها. واخذنا بعض خصائصها وفوائدها، انها مثلا بعضها وحيد الخليه، بعضها متعدد الخلايا، هي كائنات حقنيه النواه، مفيده ان في مجالات كثيره منها المجال الطبي والمجال الصناعي وفي كغذاء. اليوم حناخذ عن الاوليات. الاوليات طبعا هي عباره عن طلاعيات شبيهه بالحيوانات، اذا هي لا تقوم بعمليه البناء الضوئي ولا تصنع غذائها بنفسها، بعضها مفيد وبعضها ضار. نبدأ مع نشاط 5، أتحمل نتيجة تصرفاتي، صفحة 55. النشاط بيقول كالتالي: رافق وليد أصحابه في نزهة إلى إحدى البيارات القريبة من قريتهم، وذلك بهدف السباحة في بركة الماء الموجودة فيها. وبعد أيام عدة أصيب وليد بإسهال شديد وظهور دم ومخاط في برازه، إضافة إلى شعوره بالغثيان وفقدان للشهية. وبعد إجرائه للفحوصات الطبية المطلوبة تبين أنه مصاب بمرض الزحار الأميبي. طبعا باختصار نعيد النشاط، أن عندنا وليد ذهب للسباحة في إحدى برك الماء، بعد أيام أصيب بمرض، أعراضه كانت إسهال شديد، ظهور دم ومخاط في برازه، بالإضافة إلى شعور بالغثيان يعني المعدة تسافة وكأنه بدأ يراجع، وفقدان للشهية. طبعا بعد الفحوصات تبين أنه مصاب بمرض يسمى الزحار الأميبي، من اسمه أميبي، إذا في عندنا أميبا على الخط. شوف الأسئلة الموجودة عندنا. السؤال الأول: ما الاسم العلمي المسبب هذا المرض؟ الاسم العلمي المسبب هذا المرض، احنا عشان سهل عليكم حبينا اليوم نكتب الإجابات مباشرة، لو الأنتميبا هيستولوتيكا. الأنتميبا هيستولوتيكا طبعا هو نوع من الأميبا، وليس جميع أنواع الأميبا ضارة، في بعضها أميبا تعيش في الحياة حرة لا تسبب لنا أي مشاكل مثل أميبا بروتيوس. أما عندنا مثلا الأنتميبا هيستولوتيكا هي متطفل، في عندنا الأنتميبا كولاي، وعندنا أنواع أخرى من الأميبا. نشوف السؤال الثاني اللي بيقول: إلى أي قبيلة من مملكة الطلاعيات ينتمي هذا الطفيل؟ نجاوب مع بعض، ألا وهو الأوليات. الأوليات. طرق انتقال هذا الطفيل للإنسان: بما أنه يصيب الجهاز الهضمي، إذا درجة أولى حيكون عندنا الغذاء إلى دور. الغذاء والماء الملوثين بأبواغ هذا الطفيل أو الطور المعدي، لأن في أطوار معدية وأطوار غير معدية. اثنين: عدم مراعاة النظافة الشخصية، سواء بعد الدخول إلى الحمام أو السباحة في المياه الملوثة بهذا الطفيل، أو حتى في الوديان التي للأسف يتم فيها التخلص من المياه العادمة والتي هي مرتع خصب لكثير من هذه الطفيليات وأنواع كثيرة منها. السؤال الرابع: ما طرق الوقاية من الإصابة بهذا المرض؟ نشوف الجواب مع بعض. 1- المحافظة على النظافة الشخصية. 2- عدم أكل الغذاء والماء الملوثين بغض النظر بأي ملوث. 3- عدم السباحة في المياه الملوثة والغير نظيفة مثل مياه البرك والمياه الراكدة. السؤال الخامس: ما خطورة السباحة في هذا النوع من البرك؟ نشوف الجواب مع بعض. 1- عندنا الإصابة بالأمراض الطفيلية. 2- احتمالية الغرق والتعرض لمشاكل قد تؤدي إلى الحياة لعدم وجود قد تؤدي إلى الوفاة لعدم وجود منقذ مختص.
باختصار هذا النشاط بعطينا بعض النقاط التالية: أن هناك بعض الأوليات ضارة مثل الأنتيبيوتيك والسيروتيكا. اثنين، يجب أن نحافظ على النظافة الشخصية للوقاية من كثير من الأمراض. وحاليا بنسمع عن فيروس كوفيد 19 المسبب للكورونا، اللي أيضا أحد طرق الوقاية منه اللي هو النظافة الشخصية، وبالتالي الأصل أن نحافظ على النظافة الشخصية. ثلاثة، نستفيد أدم هذا النشاط اللي هو عدم السباحة في البرك والمياه الراكدة والغير آمنة. عندنا هنا بعد النشاط بنلاحظ أن وزارة الصحة الفلسطينية تعمل دائما على إصدار نشرات توعية خاصة حول خطورة السباحة في المسطحات المائية، كمان تمنع السباحة في البرك الغير آمنة والغير مرخصة، حتى لو المسبح إذا كان غير مرخص هو ممنوع السباحة فيه. طبعا ليش؟ لأنها الأسباب، من هاي الأسباب أول شيء وجود مسببات للأمراض أنواع وأشكال منها كثيرة، كمان عندنا احتمالية حدوث مشاكل عدم وجود منقذ صحي. معطينا مثال اللي هو الأنتاميبا هيستيريتيكا المسبب لمرض الزحار الأميبي. الزحار الأميبي نيجي نشوف عندنا هنا نشاط ستة اللي بتكلم عن الأوليات والمرض. من هذا الاسم، إذا احنا اسم النشاط نعرف هنا ان احنا نتطرق لأوليات مسببة أمراض الإنسان. طبعا للعلم أمراض خطيرة جدا تسببها الأوليات تؤدي إلى الوفاة، وبعضها يعني هو مشاكل كبيرة على مستوى العالم، وبعضها يقتل بالمئات الآلاف سنويا. خلينا نشوف عندنا النشاط شو بقول. يحتفل العالم في السابع من نيسان كل عام بيوم الصحة العالمي. ففي عام 2014 تم تحديد موضوع رئيس عنوانه الأمراض المنقولة بالنواقل، بهدف تسليط الضوء على بعض النواقل الأكثر شيوعا مثل بعوضة الأنوفليس لم تشهد فيه تحت خط، وذبابة الرمل، وذبابة تسي تسي. طبعا وزارة الصحة الفلسطينية سجلت 228 حالة إصابة بمرض الليشمانيا في محافظات الشمالية، ولاحظوا أن 80% من هذه الحالات مسجلة في محافظات أريحة، الأغوار، طوباس، وقلقيلية. بشكل عام النشاط بكلنا إن في عنا أمراض تنتقل عن طريق النواقل. وحال أخرى شو هنعرف شو مقصود بالنواقل، وأعطانا أمثلة على هاي النواقل: بعوضة الأنفوليس، ذبابة الرمل، وذبابة سي تسي. وبينا إن في عنا مرض اسمه الليشمانيا منتشر بفلسطين، اللي إحنا في بعض الأحيان بنسميه حبة أريحة، بنسميه حبة أريحة لأنه يكثر في أريحة والأغوار، لأنه هو بده منطقة خلينا نقول حارة فيها رطبة، وهناك تتكاثر ذبابة الرمل اللي هي الناقل الطبيعي لهذا المرض. هي اسمها العلمي فليبوتوماس لانجروني. في فليبوتوماس فليبوتوماس باباتاسي. مع هاي أنواع إيش من ذبابة الرمل ذكرنا الاسم العلمي اللي هو بتكون من مقطعين. السؤال الأول: تحرص النساء الفلسطينيات منذ القدم على تغطية أطفالهن بقطعة قماش خفيفة خاصة أثناء موسم الحصاد، فسر ذلك. السبب نقرأ مع بعض: من أجل حمايتهم من لدغات الحشرات، بغض بأي نوع من هاي الحشرات. السؤال الثاني: ما الأوليات الممرضة التي تنقلها النواقل الواردة في النص؟ ذكرنا ثلاث نواقل، نشوف كل ناقل شو الأولية الطفيل المنقلة. بعوضة الأنوفوليس طبعا في العادة هي الأنثى وليس الذكر، تنقل طفيل البلازموديوم. طفيل البلازموديوم مر معكم في الصف السابع البلازموديوم وكيف يتحرك عن طريق الانزلاق في السوائل. اثنين، ذبابة الرمل وتنقل طفيل الليشمانيا. وثلاث، عندنا ذبابة تسي تسي وتنقل طفيل ترايبانوسوما. طبعا البلازموديوم يسبب مرض الملاريا وهو مرض خطير جدا جدا. طفيل الليشمانيا يسبب عنا اللي هو حبة أريحة أو الليشمانيا الجلدية وأنواع أخرى، وذبابة سي تسي تسبب مرض النوم اللي بيظل الشخص وقتها نايم وهزال حتى يؤدي إلى الوفاة، أو بسميها أوقات مرض شاغاس أو حمى شاغاس. طيب السؤال الثالث: ما دور النواقل في انتشار الأمراض الوبائية؟ هاي أمراض وبائية، كيف تنقلها النواقل؟ تعمل الجواب كالتالي: على نقل مسبب مرض للإنسان
بعض الطفيليات أيضا تتطور وتتحول من طور غير معدي إلى طور معدي في داخل النواقل، أو أنها تتنشط في داخل هذا إيش النقل. أربعة، ما الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة للحد من انتشار هذه الأمراض؟ هل عندنا أول شيء إصدار نشاط توعوية، مكافحة النواقل بشتى الطرق، إذا بتلاحظوا في الصيف مثلا بيبدأ رش الدخان، دخان السولار طبعا المقتل البعوض في الطرقات، كمان برشوا في المسطحات المائية الراكدة أدوية تقتل البعوض، كل هذا طبعا من أجل التخلص من مسبب ناقل المرض. في بعض الأحيان في الشمال بقوموا بقتل حيوان الوبر لاعتقادهم أنه يعمل على نقل طفيل الليشمانيا، وإن كان هذا الكلام بحاجة لبعض الدراسة التفصيلية الدقيقة أكثر، لأن حيوان الوبر في الغالب لا ينقل مسبب المرض. كمان من ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة علاج الأشخاص المصابين والحجر عليهم، خاصة في الأمراض المعدية لو كان مثلا زي الملاريا على سبيل المثال. هذا ننجز النشاط ملخصا بشكل سريع، والهدف منه ان عندنا واحد كثير من الاوليات تنتقل الى الانسان عن طريق النواقل اللي قد تكون حشرات. اثنين، عندنا الناقل يعتبر وسط لتنشيط الطفيل او تحوله من طور المعدي لغير معدي. طبعا عندنا هنا نشوف شو اعطينا، تنتقل معظم مسببات الامراض الاوليات عبر كائن حي ناقل يشكل وسطا لتنشيط الطفيل او لتحوله من طور غير معدي الى طور معدي. طبعا وباختصار نقدر نقول احنا النواقل هي عبارة عن كائنات حية تقوم بنقل مسببات الامراض والتي تعتبر وسط لتنشيط هذا الطفيل او لتحوله من طور غير معدي الى طور معدي. الاوليات تصنف لاربع قبائل، خلنا نشوفهم مع بعض. القبيلة الأولى نسميها الصوتيات، وهي التي تتحرك عن طريق الأصوات مثل ترايبانوسوما مثل الليشمانيا، تتحرك هذه كلاهما عن طريق الأصوات. عندنا النوع الثاني أو القبيلة الثانية هي الأميبات مثل الأميبا والأميبا بروتيوس والأنتاميبا ستيلوتيكا أنتاميبا كولاي، طبعا إكزانثو أميبا، كل هذه تسبب عندنا أو كلها تتبع للأميبات والتي تتحرك عن طريق الأقدام الكاذبة. عندنا البوغيات مثل البلازموديوم، والبلازموديوم ايضا هو انواع، عندنا بلازموديوم اخطرهم فالسيباريوم، في عندنا بلازموديوم اوفال، في بلازموديوم فيفاكس، وفي بلازموديوم ملاريا طبعا، وتتحرك عن طريق الانزلاق في سوائل الجسم. في عندنا بعض الاوليات مثل الهدبيات اللي هي القبيله الرابعه، او كانت نسميها النعليات، وتتحرك عن طريق الاهداب مثل البراميسيوم. طبعا العلم الهدبيات على الأرجح هناك نوع واحد يسبب أمراض الإنسان هو البلانتيديوم أتوقع، وهو الذي يعيش في الخنازير. نشوف مراجعة سريعة مع بعض. خصائص العمل للأوليات، واحد تعتبر كائنات وحيدة الخلية، اثنين بعضهم تطفل وسبب أمراض معدية وخطيرة لنا، ثلاث تعيش في أوساط مائية أو رطبة، تختلف في أساليب التغذية، في الغالب تعتمد على طريقتين او ثلاث طرق، الاولى التطفل، اثنين عندنا الافتراس، تطفل مثل الليشمانيا والترايبانوسوما، حنشوف هسه صور الافتراس مثل الاميبا في بعض انواعها والبراميسيوم، وفي بعضها يعيش معيشة تكافلية مثل بيعيش مع النمل الابيض وبيعمل على مساعدته في هضم السليلوز. تصنيف اخرى مره على السريع، عندنا الصوتي اربع قبائل اوليات، الصوتيات مثل ترايبانوسوما، الاميبات مثل الاميبا، البوغيات مثل بلازموديوم، والهدبيات مثل البراميسيوم. عندنا هنا بعض الصور لبعض الطفيليات، عندنا الصوره هاي هي الاميبا وهي تقوم بتكوين الاقدام الكاذبه من اجل الافتراس، طبعا هاي اميبا بروتيوس وهي اضخم انواع الاميبا. في عندنا هنا البراميسيوم، تظهر الاهداب بشكل واضح وان كانت صغيره تخدمها للحركة. في عندنا هنا الترايبانوسوما وهي تعيش وتتغذى على خلايا الدم الحمراء،
وبالتالي تؤدي إلى الموت وحدوث القشعريرة وتتخلص من نفاياتها السامة في داخل الدم. الصورة الثانية هان عندنا اللي هي الليشمانيا، وهي أيضا هي والترايبانوسوما من الصوتيات. والصورة الأخيرة تظهر خلايا الدم الحمراء وهي مصابة بطفيل بلازموديوم، وهو موجود داخل الخلايا وهو من أشد أنواع الأوليات ضررا على الإنسان ويسبب مرض الملاريا. وهيك بنكون خلصنا الدرس، ويعطيكم العافية.